العطساوي، كاتب روايه في دار نون، ليا 6 روايات، سجين البرزخ الارقم الجزء الاول والارقم الجزء الثاني، بهطيش، مدينه الرؤوس المعلقه، وارض الخراب. 26 سنه، خريج حقوق جامعه عين شمس. بدايتي في مجال الكتابه كانت روايه سجين البرزخ، ولكن قبل كده، قبل ما اكتب اصلا، كنت قارئ، ولازم اي كاتب يبقى قارئ من الدرجه الاولى. ممكن نقول كنت قارئ نهم جدا، وبدايتي في القراءه كانت مثلا من وانا عندي 10 سنين. كنت بحب اقرا رجل المستحيل للدكتور نبيل فاروق، كنت بقرا ملفات دكتور احمد خالد توفيق، ما وراء الطبيعه. بعد كده، بعد فتره زمنيه معينه، بدات اتجه للروايات الكبيره، بقيت قارئ ممكن نقول نهم شويه. دخلت الجامعه، بدا الشغف بتاعي يكبر شويه، بقى عندي مكتبه كبيره قوي، وبدات ان انا اكتب. لما بدات اكتب كنت بكتب قصص على الفيسبوك عاديه جدا، وبعد كده الموضوع بدا يكبر معايا ان انا اخد الستيب الاولى، وهي روايه سجين البرزخ. بعتها لدور النشر، خدت تقييم كويس جدا، وكذا دار قبلتها، لحد ما فضلت دار معينه. هي حاليا الروايه الاولى ليا، هي مش موجوده في السوق لان هي اتفسخ عقدها، وهيعاد نشرها مره ثانيه باذن الله مع دار نون اللي انا فيها. بعد كده انطلقت في دار نون وانضميت لدار نون، وده شرف كبير جدا ليا الحمد لله. دلوقتي ب5 روايات في دار نون، والسادسه باذن الله جايه قريب، باذن الله يكون عند حسن ظن الناس. والدي الله يرحمه كان بيشجعني جدا في الحاجه دي، لان هو اصلا اللي كان بيجيب لي الروايات والكتب والحاجات دي عشان اقراها. رقم 2، انا كان عندي شغف جدا للقراءه، القراءه كانت بالنسبه لي ان انت تعيش في عالم تاني كده خاص بيك، دي كانت بالنسبه لي حلوه جدا. وكتبت لان انا بحب جدا ان انا اصمم عالم، اصنع عالم كامل فيه شخصيات ابقى مسؤول عن مصيرهم، عن حياتهم، يموتوا ويصحوا ويعيشوا حياه بائسه او حياه سعيده. الموضوع ممتع جدا 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 جدا، فده كان ممكن يكون الشغف او الحاجه الوحيده اللي خلتني اندفعت. وطبعا بعد ما ليا نهج الخاص، انا لازم اقرا حتى بعد ما كتبت. الكاتب لازم يبقى قارئ من الدرجه الاولى. في البدايه القراءه دي بتبقى ايه؟ خلينا نقول مثلا ان الشيء ده زي واحد في شغل مثلا، لازم يشتغل علشان ينتج كويس. الكتابه كذلك، لازم اقرا واكتب عشان انتج كويس، عشان يبقى عندي افكار، يبقى عندي حصيله لغويه كويسه. انا بيبقى عندي اول عمل بيفرق عن اخر عمل، كل عمل لازم الكاتب ياخد فيه ستيب جديد، من حيث الفكره، من حيث اللغه، من حيث السرد، من حيث رسم الشخصيات. طول ما انت بتقرا، طول ما انت اللغه بتاعتك بتزيد وبتكبر، طول ما انت بيبقى عندك شغف اكتر. لكن انت لو وقفت كتابه هتفضل واقف في نفسك، في نفس المكان، ما بتطلعش لفوق وما بتتحركش. فده رقم 1، لازم الكاتب يبقى قارئ. كانت اول تخبط واهم تخبط هو وفاه والدي قبل نشر الروايه الاولى بتاعتي بشهر. قبل الروايه بتاعتي، بعد ما سلمتها ومضيت العقود وكل حاجه، كانت المفروض نازله بعد شهر، وحصل وفاه والدي. كنت همتريق لولا كلام ناس كتير قوي قريبين مني، لولا كلام الناس ان هو هيبقى فخور بيا، ان هو هيبقى معايا، كنت وقعت وما كنتش كملت. دي كانت اول حاجه. في حاجات تانية قابلتها، الكاتب بيقابل حاجات كتير قوي في حياته، وبيقابل تخبطات كتير قوي في طريقه. انا تعبت جدا 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 عشان اوصل للمكانه اللي فيها، وعشان كده بحاول احافظ عليها. فكلنا بنتعب، اي كاتب لازم يتعب في بدايه حياته، كتير جدا 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 في بدايه كتاباتي، ويمكن قبل ما انشر كان كتير قوي، كنت بتعرض لهجومات كتير من اصدقائي، من ناس داخله تحطم، ناس داخله توقعني. وبعد ما بقيت كاتب برضو في ناس بتحاول بدل انت طلعت انا احاول اطلع عليك، بتحاول توقعك. اي حاجه او اي حلم احنا بنحاول ان احنا نحققه، لازم نتعرض كتير قوي لتناقضات وتخبطات، ونتعرض لهجوم شرس جدا. فانا تعرضت لحاجات كتير قوي، وكنت هقع كتير قوي، ولكن اصراري وايمان الناس بيا هو اللي خلاني مكمل. اكتر حاجه بحبها قوي ان قاري يجي يقول لي انا قريت عشانك، انا ما كنتش بقرا وبسبب كتبك بدات اقرا. دي بالنسبه لي بتبقى كلمه كبيره جدا، بتخليني احس احساس مختلف واحساس غريب قوي. فدي بالنسبه لي يمكن من اكتر الحاجات اللي مخلاني مكمل، ان انا بدخل قارئ جديد، بدخل حد جديد، فكر جديد، حد يبدا يهتم جديد. احنا القراءه عندنا شويه معدومه شويه، مش كل الناس بتهتم بيها. فبالنسبه لي ان قارئ واحد يقرا عشان محمد صاوي، فدي بتبقى بالنسبه لي كبيره جدا. المفروض ان في روايه اللي هي مدينه الرؤوس المعلقه هتتحول مسرح، المفروض ان الروايه هتتعرض في اول 3، في اول 15 يوم من شهر 3. المفروض ان المخرج قرأ الروايه عجبته جدا، والحمد لله احنا اشتغلنا عليها، عملنا السكريبت، والراجل شغال دلوقتي، وفي كاست ما شاء الله حلو جدا جدا. فانا مطمن، وباذن الله ربنا يكرم، وتبقى اول عمل مسرحي او اول عمل مرئي بالنسبه لي، ويا رب يعجب الناس، وربنا يكرم باذن الله.
خلينا نقول بس ان زمان مش هيبقى زي دلوقتي. الموضوع في فرق السن بس شويه، ان القارئ لما بيكون صغير دلوقتي يا جماعه انا بقيت استغرب من حته ان انا شايف القارئ الصغير بيقرا اكتر من الشخص الكبير. انا عارف ان الحياه بقت صعبه والمعيشه والكلام ده كله، ولكن ثقافه الصغيرين انا شايفهم ان هم بيهتموا شويه بالقراءه اكتر من الكبار. ولكن خلينا نقول ان في تقدم شويه ملحوظ. موضوع نقله المعرض كانت صعبه شويه على بعض القراء، ولكن انا من وجهه نظري كمحمد صاوي انا شايف ان في تقدم كويس جدا وملحوظ جدا من القراء، شايف ان في ازدياد وعدد كبير جدا بيدخل، وشايف ان في كتاب بيدخلوا الوسط بيدخلوا قراء. في كاتب ممكن يكون كاتب هو مش قوي، بس دخوله الوسط بيدخل قارئ انا بستفاد منه فيما بعد. وفي كاتب بيبقى داخل هو قوي بس بيحاول على قد ما يقدر ان هو يبين نفسه لما يكون قارئ يقرا له ويعرفه، فدي انا شايف ان دي بتنجحنا بتكبرنا احنا مع بعض. فاحنا احنا في الاخر بنقع في حته واحده، انا القارئ اللي بيقرا لي بيقرا لكاتب تاني وكاتب تاني وكاتب فلان. فبالنسبه لي القارئ لما بيقرا لكذا حد دي بالنسبه لي بتبقى اضافه ليا ولي ولغيره. مفيش قارئ عايش على كتابات محمد صاوي السنه كلها، القارئ اللي بيقرا بجد بيبقى عايش على كل كتابات الكتاب تقريبا. فانا شايف لا ان في تقدم ملحوظ الحمد لله، وبالاخص في المعرض السنه دي في ناس كتير قوي ما شاء الله المعرض السنه دي. النقله بتاعت المعرض السنه اللي فاتت كانت صعبه شويه، بس ما شاء الله السنه دي في ناس كتير، وبالذات في الجمعتين انا جيت ما شاء الله كان في ناس كتير وفي حركه كتير وفي زحمه كتير. فاحنا نامل ان الناس يوسعوا لنا المكان كمان بالمره، الحكومه يعني توسع لنا المكان هتفرق جدا. في دور نشر بتبقى صعبه وفي دور نشر بتبقى سهله، ولكن انا مع دور النشر الصعبه شويه، لان دور النشر الصعبه بتاخد المحتوى القوي. احنا عارفين ان انت ممكن تجيب كتاب وفي الاخر بعد ما تقراه تلاقيه وحش، ممكن تجيب كتاب بعد ما تقراه تلاقيه حلو، ولكن في دور نشر كبيره اللي معروفه اللي اسمها معروف زي مثلا زي دار النون اللي انا فيها، بتهتم جدا بمحتوى الكتاب وبتهتم جدا بالكتاب اللي نازل معاها، وبتهتم جدا بان وجود الكتاب ده لازم يكون بيحقق اضافه للقارئ. فبالنسبه لي ان وجوده متحجم شويه في الدار، انت يعني السنس هنا او الموضوع هنا ان لو الكتاب جيد مفيش تحجيم على القارئ، لو الكتاب جيد وسعى وحاول يسعى ان هو ينشره هينشره. بيتجه لدور النشر يعني صغيره شويه، دور النشر دي بتحاول على قد ما تقدر ان هي تعلي نفسها او تعلي الكاتب. في بعض الكتب بصراحه مش كويسه، ولكن دخولها كان سهل.